العشرة والنصف نشرة الأخبار مباشرة نقدمها لحضراتكم من قناة العيون، والبداية كما هي العادة بأبرز العناوين. ضمن محاور نشرتنا لليلة، اختتام فعاليات مهرجان الموضة الإفريقية المنظم بالداخل. ومن إقليميم يوم دراسي حول الإدماج السوسيو ثقافي للشباب. ومن أسمار نتابع معرضا للسجاد والزربية نظم بالمدينة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختتمت مساء أمس الدورة 11 للمهرجان الدولي للموضة الإفريقية الذي احتضنته مدينة الداخلة طيلة 4 أيام، والذي يقيم لأول مرة بالمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واحتفل المهرجان بذكرى 20 لتأسيسه من قلب لؤلؤة الجنوب المغربي مدينة الداخلة، وسط حضور شخصيات مهمة بالإضافة إلى مصممي أزياء من القارة الإفريقية وباقي دول العالم. المزيد في سياق روبورتاج بكار دليمي ومحمد يتاس. أتحف عدد من مصممي الأزياء من مختلف بلدان القارة الإفريقية خلال سهرة الاختتام الجمهور الحاضر بعرض أزياء إفريقي قدموا من خلاله آخر تصميماتهم الفنية، وسط تفاعلات الجمهور مع كل إطلالات للعارضين والعارضات بأزياء مزج فيها المصممون بكل حرفية بين الألوان والهوية الإفريقية وبين متطلبات الأزياء العصرية، تؤهل لا محالة الزي الإفريقي لمنافسة الأزياء العالمية عن جدارة واستحقاق. La 11e édition au Maroc est un succès total. La 11e édition au Maroc, c'est la magie que tout être humain a envie de voir dans sa carrière. Nous sommes fiers d'être au Maroc parce qu'en fin de compte, c'est la 11e édition qui est quand même sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour montrer la dimension de la créativité, de l'amitié entre les peuples africains, de la coopération sud-sud. Une énergie dynamique que le Maroc a toujours donnée à l'Afrique et au reste du monde. Montrer qu'aujourd'hui, un Africain est fier de venir et montrer son travail. This is my first time showing in FEMA in Morocco, and I'm excited to be in here. I heard about the festival being in Niger, but being in Morocco, it's double the size. It's a great experience. There's so many people from all over the world, and I'm just happy to be here. ومع تطلعي الموضة الإفريقية إلى بلوغ مستوى العالمية، أبان المصممون الأفارقة خلال عروض هذه الأمسية عن حس عال من الإبداع، وأبرزوا بالملموس أنهم يمتلكون طاقات فنية تؤهل الزي الإفريقي لعبور حدود القارة ومنافسة الأزياء العالمية. شرف كبير لي أنني أشارك في هذا المهرجان ديال التصميم افريقي لاول مره كيجي للمغرب. ما كانش يمكن لي قبل، واخا كانت استدعاني الفادي بزاف المرات، ولكن ما كانش يمكن لي نشارك. ودابا انا فرحانه هذا المهرجان انه جا للمغرب، وكيف كنشوف انا المغرب كينهج واحد السياسه انفتاح على الدول الافريقيه، وانا فرحانه بزاف انني نتلقى مع مصممين، نحتك مع مصممين افارقه. حفل الاختتام عرف توزيع الجوائز على المشاركين في مسابقتها تيكتون للإبداع والابتكار التي أقيمت على هامش الدورة 11 من مهرجان فيما، والتي عرفت مشاركة عدد من الشباب المغاربة الذين حلوا بمدينة الداخلة من مختلف المدن المغربية، حيث تمكنوا من ابتكار تطبيقات ذكية خاصة بمجال الموضة ستفتح لهم باب الدخول إلى عالم المقاولة. ومن أبرز الأنشطة التي تضمنها برنامج المهرجان، تنظيم ورشات عمل لعدد من المهنيين في المجال، خصوصا فيما يخص
المقاولات الخاصة بالموضة في محاولة لطرح المشاكل والإكراهات وإيجاد الحلول المناسبة، لا سيما فيما يخص سوق الموضة في إفريقيا ونموذج الأعمال بالإضافة إلى الموضة في المغرب. عودة مع بكر دليمي ومحمد يدهس. يقدر سوق الملابس والأحذية في إفريقيا بنحو 31 مليار دولار وفق تحليلات مؤسسة يورو مونيتر، حيث تنظم الدول الإفريقية منذ 2011 معارض وعروض أزياء للالتحاق بركب الموضة العالمية، الأمر الذي لفت أنظار المستثمرين الكبار. سوق الموضة الإفريقية شكل موضوع هذا الورش ضمن معرض هاسكي. هذا الورش هو نقاش حول تطوير بعض الماركات المغربية وصناعة هذه الموضة. إذا تحدثنا عن ضرورة وضع استراتيجية تخص تطوير المواهب والأعمال وأيضا الصناعة لهذا المجال. المهم هو دمج المجهودات في القطاعين العام والخاص. ويعتبر سوق الموضة بالمغرب الأفضل بين الأسواق في شمال إفريقيا بفضل دينامية الأداء الاقتصادي وانتشار العلامات التجارية، كما يعرف أيضا المغرب بأبرز مصممي الموضة. الموضة والأزياء في المغرب شكل موضوع لعدد من النقاشات خلال هذا الورش. I thought today's panel was extremely informative and relevant because there was a combination of. بالنسبة لي هذا الورش هو مصدر للمعلومات مهمة حول الموضة وعلاقتها بالصناعة التقليدية، لأنها أضحت مجالا للأعمال والاستثمار. فهذه مسألة مهمة جدا لنشر الأسلوب الإفريقي عالميا. الآن الموضة غنية بالتنوع والنقاش كان مهم خصوصا في جانبه المتعلق بالمغرب. Both on an international level as well as in Morocco. أغلب يعني المبدعين كلهم يعني خلاقين في هذا الميدان، كلهم يعني يعملون في إطار لا أقول بأنه خارج ما نسمي بالمؤسسات، ما دام أنهم كلهم في موقع لم يمكنهم الاستفادة من مساعدة وزارة الثقافة. أكد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة وربطها بشكل مباشر بالعالمية، مما سيساهم في تعزيز الإنتاجية وتطوير المهارات. في الشأن الحزبي، نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية غليمي مودنونة أشغال الملتقى الجهوي الأول للمنتخبين، والذي اختير له كشعار لا تنمية محلية بدون ديمقراطية حقيقية ونخب نزيهة ومؤهلة. تفاصيل الملتقى رفقة حفظ محضار نجية بوشلقة وجمال الخصاصي. عن حزب المصباح، شارك منتخبون جماعيون في أشغال هذا الملتقى الأول لمنتخبي جهة غليمي مودنون، الذي يشكل حلقة للتواصل حول جملة من المستجدات، خاصة منها ذات الصلة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهذه الفئة. محوران اثنان وقع عليهم الاختيار خلال هذا اللقاء هما التعمير والمالية الجماعية. هو ملتقى سميناه الملتقى الجهوي الأول للمنتخبين. الهدف ديالو الأساسي هو دعم وتنمية القدرات التدبيرية ديال المنتخبين في القضايا اللي كيتعاملوا معها بشكل يومي. اخترنا في هذا الملتقى على سلية تلو إن شاء الله ملتقيات أخرى، اخترنا هذا الملتقى محورين أساسيين. المحور الأول اللي هو محور التعمير، وكلنا عارفين الإشكالات اللي كيشهد هذا الملف، فضروري المنتخب أن يستوعب القوانين التنظيمية والقوانين يعني العادية والمراسم المؤطرة لهذا الميدان. هذا محور أطره متخصص مهندس متخصص في المجال أيضا. محور الثاني هو محور ما يتعلق بالمالية. كاين النقطة الأولى في هذا المحور هو ميزانية الجماعة، ميزانية الجماعة و والطرق والصرف والطرق صرف هذه الجامعه هذه الميزانيه. وكاين النقطه الثانيه وهو المستجد ديال القانون الصفقات العموميه. وكاين النقطه الثالثه
هي استراتيجية تنمية موارد الجامعات الترابية بصفة عامة. ملتقى يعزز التواصل بين شريحة من منتخبي حزب العدالة والتنمية على مستوى الجهة، قصد تمكينهم من مختلف المستجدات والقوانين والأنظمة التي لها صلة باختصاصاتهم واشتغالهم اليومي داخل جماعاتهم، وذلك في مسعى لتيسير مهامهم التدبيرية لشؤون هذه الهيئات المنتخبة. وتخليدا للذكرى 62 لإطلاق عمليات جيش التحرير الأولى بالجنوب المغربي وبسيدي إفني، تقدم المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا استعرض خلاله دلالات ورمزية إحياء هذا الحدث الوطني الذي يحفل بالعديد من القيم باعتباره يخلد لملامح وطنية وضاء أو لملاحم وطنية وضاء أبرزت انخراط أبناء المنطقة الجنوبية في معركة الكفاح والنضال المستميت للذود عن ثوابت ومقدسات الوطن. اللقاء التواصلي توج بتكريم صفوة من رجالات المقاومة وجيش التحرير بالإقليم عرفانا بتضحياتهم ونضالهم وبذلهم للغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة الوطن. إلى مدينة الوطية وفي خضم الأنشطة والفعاليات الاحتفالية المخلدة لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، نظمت جمعية نساء الرحمة للأعمال الاجتماعية والتنمية المستدامة بمشاركة جمعيات من المجتمع المدني ومؤسسات تعليمية أنشطة بالمناسبة جسدتها مسيرة احتفالية يختير لها كشعار ملحمة المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال درس لكل الأجيال. مسيرة رمزية جابت شوارع المدينة رددت خلالها هتافات وشعارات تجسيدا لملحمة العرش والشعب الخالدة. الوطية عملية إقليم طنطان شهدت مجموعة ديال الأنشطة بمشاركة مجموعة ديال التعاونيات والجمعيات والأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية، مسيرة حاشدة جابت الشوارع وأزقة المدينة. يعني هذا اللي دل على شيء فيما يدل على يعني استرجاع لهذه الذاكرة التي قادها المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه لاسترجاع مناطقنا الجنوبية العزيزة علينا. بطبيعة الحال شارك فيها مجموعة ديال الأطفال الصغار ديال المدارس والجمعيات. كنحيي الناس اللي شاركوا معنا في هذه الملحمتين هي ديال المسيرة الخضراء والعيد الاستقلال. الحمد لله كانت بكل مقاييس ناجحة بالساكنة الوطية والحمد لله اللهم لك الحمد. مرحبا بالجميع وكتخلد هنايا بهذا الحشد الكبير. الإدماج السوسيو-اقتصادي والثقافي لشباب جهة قليميم ودنون موضوع اختيار لأشغال يوم دراسي دعت إليه جمعية النهضة الموحدين للتنمية والتعاون. أشغال بسطت سبل إشراك الشباب في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وآليات إنجاح المبادرات الخلاقة لهذه الفئة. حفظ محضار محمد فاضل عبيدة والمتدرب طارق قدر. سبل الإدماج الحقيقي والفاعل لفئة الشباب لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي يبحث فيها هذا اليوم الدراسي الذي قدم جملة بدائل لقطع الصلة مع تراكمات الإقصاء التي لازمت شريحة الشباب في الماضي. محاور وأخرى قاربتها مداخلات عدد من الفاعلين والمهتمين الذين حددوا آليات الإشراك الإيجابي للشباب في تشخيص الواقع ومن ثم إحقاق الإدماج السوسيو-اقتصادي والثقافي. الهدف من هذا النشاط الذي بطبيعة الحال عرف برنامجه تنظيم مجموعة من جلسات العروض وكذلك ورشات العمل، الهدف منه هو إشراك الشباب في عملية تحديد آليات الإدماج السوسيو-اقتصادي والثقافي للشباب بهذه الجهة، بغية الخروج بتوصيات ومذكرة اقتراحية شبابية بطبيعة الحال توزع على مختلف الهيئات والقطاعات المعنية بالقضية الشبابية. المشاركون في أشغال هذا اليوم الدراسي توزعوا على عدة ورشات ومجموعات عمل تمحورت أشغالها حول آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومقومات خلق المقاولة، أملا في الدفع إلى الأمام بأفكار ومبادرات الشباب الخلاقة.
استفدنا من هذا اليوم يعني مجموعة من الورشات فيما يخص الإدماج الاقتصادي والسياسي والثقافي أيضا، وكيفية خلق فرص العمل أو خلق المقاولات الصغرى والكبرى والشركة إلى آخره. هذا اليوم اللي استفدنا منه ياسر من شيء بخصوص الإدماج الاقتصادي للشباب، ونقاس من العدة ورشات تكوينية اللي صراحة فادتنا بياسر من شيء. الشباب في إطار هذه الورشات يتبادلون الأفكار ويتحاورون حول سبل التي ستؤدي إلى الإقلاع الاقتصادي بمنطقة جهاد ودنون، وبالتالي إشراك الشباب في هذا الإقلاع وفي المجهودات التي تبذلها الدولة لأجل الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بجهاد ودنون، باعتبار هذه الجهة تتوفر على مؤهلات ثقافية وطبيعية. أشغال هذا اليوم الدراسي قدمت بالمناسبة أيضا عروضا قاربت تدخلات عديد المصالح المعنية بدعم مبادرات الشباب، مع تقديم بعض التجارب الناجحة التي تشكل اليوم نموذجا يحتذى على مستوى التشغيل الذاتي لشباب المنطقة. تحت شعار دور الإعلام في تنزيل النموذج التنموي الجديد، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالصحراء مؤتمرها الجهوي بالداخل، والذي عرف انتخاب أعضاء المكتب الفيدرالي بكر دليمي ومحمد يداس. خلال المؤتمر الجهوي للفيدرالية المغربية لناشرية الصحف المنعقد بالداخل تحت شعار دور الإعلام في تنزيل النموذج التنموي الجديد، انتخب المشاركون أعضاء المكتب الجهوي الكونفدرالي المكون من 27 عضوا. مجموعة من الناشرين أثوا من جهة قلمي مودنون، جهة العيون السقية الحمراء، وجهة الداخلة والذهب، من أجل أن يقفوا على حقيقة الوضع المتعلق بالإعلام الرقمي، بدعم المقاولة الإعلامية، بالتكوين كذلك والتكوين المستمر. وتمت خلال هذا الجمع العام أو ما يسمى المؤتمر الجهوي تم مناقشة التقرير الأدبي، التقرير المالي والمصادقة عليهما، كذلك برنامج الفيدرالية السنتين المقبلتين. شاركنا في هذا المؤتمر عن إقليم مدينة سمارة كفعاليات إعلامية في المؤتمر الجهوي ديال الفيدرالية المغربية للناشرين الصحف فرع الأقاليم الجنوبية مدينة الداخلة. هذا المؤتمر اللي تخللته دورات تكوينية وزيارات ميدانية ولقاءات وندوات صحفية، جمعت العديد من مدراء النشر في الأقاليم الجنوبية. خلال أشغال هذا المؤتمر التي عرفت عرض القانون الأساسي للفيدرالية وكذا المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. احنا جينا للمؤتمر الجهوي الذي أقيم بالداخلة المشاركة في مؤتمر جهوي الفيدرالية الناشرين مع مجموعة من الزملاء الناشرين الصحف والجرائد الإلكترونية من أجل الرقب بالعمل الصحفي والعمل الإعلامي داخل المنطقة، وهيكلته هيكلة حقيقية تتوازن مع القوانين المنظمة الجديدة. الجمع عام كان فيه ياسر من المناقشات وياسر من الحيثيات اللي طرقوا فيها الوضع الصحافة بالأقاليم الجنوبية، واللي مرقنا مجموعة من التوصيات عن اللي مفادها عن ضروري من تكوينات مستمرة للصحفيين في هذا المجال، وضروري من قفزة نوعية في ميدان الصحافة. المؤتمر الجهوي للفيدرالية المغربية لنشر الصحف الفرع الجهوي للأقاليم الجنوبية المنعقد بالغرفة الفلاحية لجهة الداخل وادي الذهب هو هيكلة لهذا التنظيم الإعلامي الذي سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي بالأقاليم الجنوبية والمساهمة في رفع أداء العاملين بالقطاع. إلى سمارة، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى من المعرض الإقليمي للسجاد والزربية التقليدية، التظاهرة من تنظيم جمعية المسيرة الخضراء للتنمية والحرف التقليدية بشراكة مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية، واستعرضت على مدى 3 أيام بفضاءات مجمع الصناعة التقليدية أحدث إنتاجات الحرفيين والصناع التقليديين. روبورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباز. بين العراقة والحداثة جمع كشكول الأزياء التقليدية لجهة المملكة 12 المشهد من حفل اختتام المعرض الإقليمي الأول للسجاد والزربية التقليدية. فضاءات المعرض مرآة ماتعة للموروث التقليدي في نسج وحياكة الزراب اليدوية، ولكل قطعة هنا حكاية خلف الرموز والدلالات لنساء من السمارة ومواد أولية محلية الصنع
تفاعل معها زوار المعرض على مدى 3 أيام باهتمام بالغ. منتوج فريد من نوعه لأنه منتوج شخصي، منتوج ابتكروه النساء عاملات من مجهودهم الخاص ومن عمل اليد، ومواد أولية محلية، والحمد لله هو في نجاح مستمر. السابق قاع ينعرض ومنين ومنين عرض، الحمد لله يتم نجاحه، ونتمنى لله النجاح إن شاء الله. ومسائل رائعة كاملة في المستوى، والضرب ينعرضت على مستوى الأحجام كبيرة صغيرة متوسطة يعني، والضربية الشمال والوسط المملكة وجنوب المملكة مثلا، عنها في تطور مستمر. وهذا من إبداع نساء صانعات تقليديات متميزات. الصنع ديالها هنا في مدينة السمارة الحمد لله خلوا لنا والدينا هاد الحرفة، تنديروا منا هاد المنتوج، وتنتمنوا نخلوا لولادنا ولاد ولادنا إن شاء الله. وجميع الصنعاء مجموعة هاد 3 أيام رحنا دغناها، والعارضات ديال الأزياء وفيها الزربية، فيها كما نقولوا حنا بالدارجة الحايك من الصوفة بلدي، نشتغلوا بيدينا. ها هو تشوفوا فيه ديال الصوفة ما مسبوخ وكاع ما والو بيض، فيها الصوفة ديال الصنعاء ديال كل شيء، الزرابي كل شيء الحمد لله كاين. بين أروقة المعرض الإقليمي للسجاد والزربية لمحة متكاملة عن جهود تأهيل وإشعاع حرف الصناعة التقليدية على كافة المجالات. فعلاوة عن وظيفة تسويق المنتجات التقليدية، فالمعرض يؤمن نقل خبرات السلف للأجيال المتعاقبة من الخلف. معرض خاص بالزربية اللي هو فريد من نوعه، واللي هو يجي في إطار الجيل الجديد من المعارض على كل حرفة وحدها. ونعرف الحمد لله عن الزربية هي عندها اهتمام كبير من المجتمع، وطال الحمد لله عاد عندها إقبال كبير مولي كذلك. وبغينا مولي الشباب يعودوا هذه الحرفة دي خاصة النساء يعودوا يتعاطوها أكثر. لحظات تكريم وعرفان لجهود هيئات مدنية وفعاليات نسوية مسك ختام المعرض الإقليمي للسجاد والزربية المغربية، محاولة جادة من لدن المنظمين للتعريف بهذا المكون من الموروث الشعبي لنساء المنطقة من سيدات السجاد. الشأن الاجتماعي وبالعيون تخليدا لذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت جمعية الأنوار للأعمال الاجتماعية عملية إعذار جماعي لفائدة الأطفال اليتامى والمنحدرين من أسر معوزة. حول هذه العملية يدور ريبورتاج محمد المصطفى خيه وعبد الله المحمودي. هي عملية للإعذار لجمعية الأنوار للأعمال الاجتماعية بالعيون، استفاد منها 18 طفلا هم من اليتامى والمنحدرين من أسر معوزة. وشملت هذه العملية إجراء التحاليل القبلية اللازمة للوقوف على جاهزية الأطفال للاستفادة، ويأتي تنظيمها بهدف التقرب أكثر من حاجيات هذه الفئة سيما في المجال الصحي. تنظم الجمعية حفل إعذار لمجموعة من الأطفال المعوزين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف تحت شعار التآخي والتآزر من قيم الإسلام. والفئة المستهدفة مجموعة من الأطفال يعني تقريبا 18 طفل بين عام وبين عامين وثلاث سنوات وست أشهر. وهذا من الأنشطة السنوية التي تقوم بها الجمعية، وإن شاء الله في العديد من الأنشطة القادمة سوف نقوم بأنشطة جديدة التي سوف تساعد هذه الفئات المعوزة من المجتمع. ولقت عملية الإعذار هذه استحسان الجميع خاصة المستفيدين لما لها من أدوار كبيرة في إضفاء مظاهر الفرحة والسرور على الأطفال من أبناء الفئات المعوزة. اليوم رانا في الطهارة، طهارة التراكي، طهارة التركة الله يعمرها ويجازيها بخير، الله يكافيها إن شاء الله يا مولانا. دارنا التحالي الله يجازيهم، واليوم اللي راهم اللي ختنوهم من الله يجازيهم. واستفاد الجميع في ختام عملية الإعذار هاته من هدايا عبارة عن ملابس تساهم في رسم مظاهر احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف لدى هؤلاء الأطفال. نبقى مع زميل محمد المصطفى خيا، لكن هذه المرة مع جولة للتعرف على جديد الصحف الصادرة يوم غد إن شاء الله.
نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية المساء، وكتبت كشفت مصادر مطلعة أنه بعد التراجع الواضح في تعاطي السلطات الإسبانية مع جبهة البوليساريو والتخلي غير المعلن عن بعض أشكال دعم الجبهة والموالين لها، انتقلت البوليساريو لأنواع جديدة من الضغط على سلطات مدريد طابعه الأساس الابتزاز. وذكرت المساء أن الجبهة لم تستصغي بعد رفض وزارة الخارجية الإسبانية السماح بعقد ندوة أوروبية من أجل تنسيق الدعم والتضامن مع البوليساريو بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإسبانية مدريد. واعتبرت الخارجية الإسبانية أن مثل هذه المبادرات تلحق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط إسبانيا والمغرب. يومية الصباح كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين: لعل تسارع الأحداث الأمنية بمخيمات تندوف هو ما دفع الكثيرين إلى دق ناقوس الخطر الداهم الذي بات يتهدد حياة سكانها، بحيث أصبحت المخيمات منطقة غير آمنة بسبب صراعات الكبار التي حولتها إلى مرتع للمجرمين واللصوص. وكشفت الصباح أن هذا الانفلات الأمني يقابله صمت وتفرج مريب من قبل القادة الأمنيين بالبوليساريو والذين أصبحوا غير قادرين على التدخل. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التناطح يهدد سلامة سكان مخيمات تندوفة. يومية الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين: تعتبر الدعوة التي تقدمت بها الجزائر بخصوص تنظيم اجتماع لمجلس الوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد المغربي في أقرب الأجال رفضا مقنعا لدعوة جلالة الملك إلى حوار ثنائي شامل بين المغرب والجزائر. وأضافت الأحداث المغربية أن حكام الجزائر وهم يحاولون الهروب إلى الأمام بهذه المزايدة، إنما يفصحون عن أن لا شيء تغير في موقفهم الذي تم اجتراره منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي، بالرغم من أن دعوة جلالة الملك محمد السادس لحوار ثنائي بين المغرب والجزائر كانت واقعية ومستحضرة لكل الشروط التي من شأنها التقدم بالعلاقات الإقليمية. يومية أخبار اليوم كتبت أن عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول السابق سيعقد ملتقا كبير في وجدة بخصوص مبادرة اليد الممدودة للمغرب نحو الجزائر. وذكرت الصحيفة بأن المنتدى سيعقد في الأسبوع الثاني من شهر دجنبر. وأضافت أخبار اليوم أن التحضيرات لهذا الملتقى ما تزال متواصلة، ويهدف هذا اللقاء إلى تحقيق نجاح من خلال هذه الخطوة. والآن إلى الفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية ليوم غد إن شاء الله، إذ يرتقب أن يكون الطقس مستقرا بعموم المناطق الجنوبية. درجة الحرارة العليا 17 درجة بالعاصمة الرباط، 20 درجة بسيدي إفني، 24 درجة بقليميم، 20 درجة بالطنطان، 25 درجة بأسا، 23 درجة بالزاك، 21 درجة بالطرفاية، 23 درجة بالسمارة، 25 درجة بالعيون، 23 درجة ببكراع وبوجدور، 25 درجة بقلت الزمور، 23 درجة بمدريقة، 22 درجة بالداخلة، 26 درجة بأوسرد، و 27 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 8:26 دقيقة، من الغروب سيكون في حدود الساعة 6:55 دقيقة بحول الله. درجة الحرارة العليا ببعض المناطق المجاورة لبلادنا: 18 درجة بتندوف، 24 درجة بالرابوني والتودني، 25 درجة بالزويرات، 27 درجة بنواذيبو، 28 درجة بأطار، 30 درجة بنواكشوط، 31 درجة بكيهيدي، مع التسجيل 33 درجة بالعاصمة المالية باماكو. لم يبقى لنا مشاهدينا الكرام إلا تذكيركم بأبرز عناوين هذه النشرة المباشرة. تابعنا في النشرة اختتام فعاليات مهرجان الموضة الإفريقية المنظم بالداخلة. كما رصدنا من إقليميم روبرتاج حول يوم دراسي مخصص للإدماج السوسيو ثقافي للشباب. بالإضافة إلى روبرتاج من أسمارة عن معرض
خاص بالسجاد والزربية احتضنته المدينة طيلة أيام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله.